بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله علي الحرازي، المنسق الفني للبرنامج مستشفى الملك فيصل التخصصي مركز الابحاث فرع المنحدر. كان في اجتماع مع مدير الشؤون الصحيه بالامس، وكان في اتفاق على انه تنقل كل الخدمات الى المباني الجديده اللي انشئت حديثا. البنيه التحتيه تقريبا موجوده، لان فايبرز المباني مربوطه فايبرز، وفيها كورز اضافيه ممكن احنا نشبك عليها فسيلتي. طيب، هي الآن العادات الخارجية موجودة وبنيت وحكون في الدور الثالث. والعادات الخارجية انتهت الحمد لله وحكون في الدور الثاني. أنتوا الآن اللي عندنا إحنا كابينة الاتصالات حتكون في القبو موجودة. أنتوا حتعملوا اللي هو توصيل الاتصالات السعودية الكابينة إلى غرفة السيرفرز الموجودة عندك هنا. ومن غرفة السيرفر هذه حتخرجوا من عن طريق الفايبر، عن طريق عادات خارجية، والثاني عن طريق الأكاديمية المبدأ الإداري. أنتم من هناك هتكون تعملوا هو اللي هي التوصيلات الداخلية. التوصيلات الداخلية جاهزة. كم تبعد الآن العادات الخارجية؟ 300 متر. 300 متر عادات خارجية. أما المبنى الإداري؟ المبنى الإداري تقريبا عن بالضبط. نحن نتكلم عن السويتش، نتكلم عن الغرفة من غرفة السيرفر إلى هناك تقريبا حوالي 100 متر 150 متر. ممتاز. بس إنها إحنا المسافة هذه حتكون عن طريق الفايبر. إيه طبعا. والثانية عن طريق الفايبر. هي مربوطة فايبر أوريدي يعني. طيب ممتاز. وأنت حتعطونا كور هنا وكور هناك موجودة تطلع منها مباشرة. 8 كورز بير 1 كيبل. طيب خلاص. استخدم منها. الله يعطيك العافية ربي. شكرا.